بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. بدأت العشر الأوائل من ذي الحجة، بكرة إن شاء الله، بكرة الخميس تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة. أغلى أيام على الله وأحب أيام إلى الله. 10 أيام برنامجنا هيكون 10 حلقات، عايشين اللحظة معاكم يوم بيوم. أنا ياما عملت برامج عن الحج، دايما كنت ببقى أصورها من وقت طويل، لكن المرة دي الحقيقة أنا كنت حريص قوي إن إحنا عايزين نسجل يوم بيوم، نعيش كأننا هوا عشان نعيش الحدث والحياة. الحقيقة البرنامج روحي قوي وتحفيزي قوي، يلا يلا نشتغل ونعمل حاجات جميلة في العشرة الأوائل، وعملي جدا، برنامج عملي، هنتفق كل يوم نعمل إيه. وكمان في 3 فقرات، رغم ان البرنامج قصير لكن 3 فقرات سريعة جميلة جدا. مقرئ صوته جميل جدا، أزهري شيخ إسلام أبو العلا، من اللي أنا بقوله في الحلقة نسمع آيات من القرآن عشان تتذوقها، دي فقرة. وفقرة تانية رسام خريج فنون جميلة، فنان تشكيلي هيثم غراب، بيرسم من واقع كل حلقة لوحة تعبيرية عن فكرة الحلقة، وهو فايز بجوائز رائعة ما شاء الله عليه. والفقرة الثالثة ضيف واحد من الناس زيكم بيحكي إحساسه مشاعره في الحلقة دي عشان تحسوا إن حد زينا بيقول أحاسيسه. ده كده البرنامج. البرنامج اسمه إيه؟ البرنامج اسمه أغلى أيام الله. والله اسم حقيقي قوي ومؤثر قوي، هي فعلا أغلى أيام الله، بل وأغلى أيام العمر، لأنها أغلى أيام الله. أغلى أيام الله، إيه كلمة أيام الله؟ أيام الله دي كلمة قرآنية، دي كلمة من القرآن. وذكرهم بأيام الله، سورة إبراهيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذكرهم، فكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، بيشكر ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه أيام الله؟ ما كل السنة أيام الله، ما 365 أيام الله. لا، أيام الله في القرآن دي أيام غير عادية، دي أيام العطاء الكبير، أيام قليلة لكن فيها فتح كبير، قد يكون يوم أو يومين أو 10 أيام، بس هي أيام الفتح، هي أيام تغيير الحياة، هي أيام التي تصنع فارق في الحياة، أيام معجزات من الله، يتجلى الله في هذه الأيام برحمته ونعمته وعطاؤه. خلي بالكم في كلمتين في القرآن، كلمة الأيام وكلمة السنين، غالبا مش 100% بس غالبا، إذا جاءت كلمة أيام الله اعرف إن فيها نعمة غير عادية، عطاء غير عادي، مش يوم عادي. لكن لو جت كلمة السنين في القرآن اعرف إن هي سنين صعبة فيها عذاب. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، أيام قاحلة، أيام شديدة. كأن المعنى إيه؟ سنين طويلة تبقى صعبة في حياتك ويفتح لك في يوم، يفتح لك في 10 أيام اللي مقفول بقاله سنين طويلة. فهمتوا اسم البرنامج؟ أغلى أيام الله. هي كده فعلا أيام الله. زي إيه؟ الأيام العظيمة زي إيه؟ زي الآيات اللي في سورة سيدنا إبراهيم، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بني إسرائيل، فرعون بيؤذيهم سنين طويلة ويعذبهم سنين طويلة، وفي يوم تحدث النجاة بمعجزة عظيمة. وذكرهم بأيام الله، عشان كده الآية اللي بعديها على طول، وإذ قال موسى لقومه اذكروا، هو قال له ذكرهم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سنين طويلة، وفي يوم يأتي التغيير والفتح. اسمع كده الآيات الجميلة بتاعت سورة إبراهيم، شيخ إسلام بقى نسمع معاه الآيات دي وتحسها، بس تتذوقها، هو ده الهدف، تتذوق وتحس القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. ايه تاني من ايام الله؟ من ايام الله يوم بدر، وربنا قال عليه في القرآن يوم الفرقان اللي عمل الفارق في الحياة، يوم التقى الجمعان. قريش بتأذي المسلمين 13 سنة وفي يوم واحد تتغير المعادلة كلها. هو انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان العشرة الاوائل كده؟ والله بالظبط. ايه تاني من ايام الله؟ يوم فتح مكة. ايه تاني من ايام الله؟ رمضان، اياما معدودات، لكن الايام المعدودات دي خير من 1000 شهر. ايه تاني من ايام الله؟ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم يغير تاريخ البشرية، يا على ايام الله. طب وايه اغلى ايام الله؟ العشرة الاوائل من ذي الحجة. أغلى أيام الله، أغلى أيام الله. إيه ده؟ هو إحنا بكرة هنبدأ أغلى أيام؟ بكرة هنبدأ أغلى أيام، يعني أنا بكرة هبقى في أغلى أيام العمر وأغلى أيام الله؟ يا نهار أبيض، النهاردة الأربع، بكرة الخميس، أنا في أغلى أيام الله؟ أنت في أغلى أيام الله لمدة 10 أيام. جبت منين إنها أغلى أيام الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديثين رواهم البخاري ومسلم ومتفق عليهم في منتهى القوة. الحديث الأولاني بيقول العشر الأوائل أحب أيام الدنيا إلى الله. شوف كلمة أيام الدنيا، الدنيا كلها كوم والعشر أيام دول كوم. اوعوا يفوتك، اوعوا يعدوا منك العشر أيام دول. أنا مستنيهم والله، ربنا عالم، أنا مستنيهم بفارغ الصبر، أصل أنا عندي طلبات كتير وأمنيات كبيرة. الحديث الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. ما فيش أيام ربنا بيحبها العمل الصالح فيها قد العشر الأوائل من ذي الحجة. مهما عملت طول السنة لا يمكن تحصل العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ يعني براهم. طب افرض انا بره العشر الاوائل دول جهدت في سبيل الله اللي هو اعلى حاجه في الاسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله. اي عمل؟ صلاه فجر، بر والدين، جبر خواطر، صدقه، دعاء، ذكر، صيام، مفيش حاجه تحصل العشر ايام. ما من ايام العمل الصالح حبيب الى الله من العشر الاوائل من ذي الحجه. قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله. معقوله؟ ايه العشر دول؟ شفت حديث وأقسم ربنا بالعشر أيام دول في القرآن، والفجر وليال عشر. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن العشر أيام دول فرصتك. كلنا تعبانين، كلنا عندنا مشاكل، والدنيا ضاقت على ناس كتير، وعمالين مزنوقين ماليا ومزنوقين اقتصاديا، وبنلهس عشان نسد دين ده ونحدد دين ده، وتعبانين ومزنوقين وعندنا أمنيات مش عارفين نحققها. دي أيام الفتح. بص، هما فرصتين في السنة، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة. هما فرصتين، أنت داخل الفرصة الغالية الكبيرة. أنت طول السنة عمال بتخبط على الأبواب، يا رب افتح لي، يا رب افتح لي. فرق كبير إنك تقعد سنين بتخبط على الأبواب، انت بتقول هيفتح لي ولا لا، وان ربنا هو اللي يبقى فاتح بابه. انت مش محتاج تخبط، مش محتاج تدق على الباب، الباب مفتوح. العشر الاوائل احب ايام الى ربنا، اقسم بيهم. قال والفجر وليال عشر. العطاء كبير جدا. ها،
الأبواب اللي كانت مقفولة سنين بتتفتح في العشر أيام دول. الفنان هيثم غراب عامل لوحة تعبيرية عن الفكرة دي، وهو بيرسم، أنا شغال هو بيرسم، وبقوم أنا أقول له يا هيثم هي اللوحة عايزة تقول إيه؟ يا هيثم تعالى قول لي هي اللوحة عايزة تقول إيه يا هيثم؟ اتفضل يا هيثم، أنا مبسوط إنك معايا. أنا أكثر وفرحان إنك خدت جايزة الفنون في أكبر مهرجان كان في روسيا من سنة أيوة. كام؟ السنة دي. السنة دي. هيثم اللوحة إيه؟ إحساسك إيه باللوحة؟ باختصار دي حاجة تعبيرية بتعبر عن اللي لسه حضرتك قايله حالا، إن كل الأبواب اتقفلت في وش الإنسان يعني بشكل عام، منها باب المستقبل، باب الصديق، باب المدير، باستثناء الباب الوحيد هو باب العشر الأوائل اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه دايما لأي حد في أي وقت. أنت يا هيثم اتقفل في وشك أبواب كتيرة؟ كتير طبعا. نأمل في العشر الأوائل إن شاء الله. بجد يا هيثم والله أنا مش عارف أشكرك لأنك متبرع بوقتك وجهدك في البرنامج ده معايا، مش عارف أشكرك غير أن أنا أقول لك الفكرة دي يا هيثم. والله والله يا هيثم أنا مستني العشرة دول علشان عندي أمنيات نفسي يتحققوا. اجري يا هيثم هتتفتح لك أبواب كتير إن شاء الله. كل شكرا يا هيثم، ربنا يخليك يا حبيبي. نرجع تاني ونقول إيه؟ ونقول آدي الفكرة ده كده، انتوا عمالين تشوفوا البرنامج ماشي ازاي وبيتحرك ازاي، لكن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا في العشر الاوائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات. يعني ايه نفحات؟ هدايا. الا فتعرضوا لها. لما يبعت لك هديه اوعى تسيبها، امسك فيها بايديك واسنانك، امسك فيها بقى اعمل ايه؟ خلي بالك هو ربنا مقدم لك هدية رائعة وفتح لك الأبواب، بس أنت لازم تتحرك وتروح إلى الأبواب، لازم تعمل حاجة تقابل رضا الله وفتح الله وكرم الله وحب الله لهذه الأيام، أحب أيام الدنيا إلى الله العشر الأوائل. تعمل إيه؟ لازم تعمل حاجة على الأقل من باب الشكر. ولذلك وذكرهم بأيام الله، فاكر ختام الآية إيه؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أشكر، أشكر على أيام الله. وخلي بالكوا الآيات اللي قراها الشيخ إسلام اتختمت بإيه وهو بيتكلم على أيام الله؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. اوعى تخش العشر أيام الأوائل من ذي الحجة من غير ما تشكر، وربنا مش عايز الشكر باللسان. اعملوا آل داود شكرا. أنا عايز الشكر عملي. حد خد باله من الآية دي قبل كده؟ اعملوا آل داود شكرا، وروني الشكر العملي. هنشكر إزاي بقى وحنقابل فضل الله ده بإيه؟ ايه هو بقى العمل الصالح ده؟ دي كلمه واسعه قوي. ما هو النبي قصد كده. طب ممكن تحاول تحدد لي العمل الصالح؟ اساعدك اكتر عشان هنبدا نطلع بقى البرنامج اللي هننفذه، احنا عمليين جدا. العمل الصالح اربع حاجات: عباده، عمل خير، بر سواء والدين او صله رحم، دعوه الى الله. الاربعه دول هم مكونات كلمه العمل الصالح تقريبا في ديننا. يعني ايه كلمه العمل الصالح اللي النبي سابها مفتوحه وما قالكش اعملوا كذا؟ اربع حاجات: عباده، صلاه، صيام، ذكر، دعاء، قيام، قراءه قران، وبعدين عمل خير، صدقه، جبر خواطر، مساعده انسان، وبعدين بر ابوك وامك، عيلتك، وبعدين دعوه الى الله، تاخد بايد الناس تحببهم في العشر الاوائل. كان النبي بيقولك انا عايزك تعمل الاربعه دول، هو ده شكرك على ايام الله اللي هيعطيه لك ربنا سبحانه وتعالى. الله، طب وهم الاربعه دول لو حبيت الخصهم في كلمه؟ الاحسان. ما هو العمل الصالح ده معناها انه مش عمل جزئي، عمل شامل. ما فيش كلمه قدام كلمه العمل الشامل في ايدنا غير الاحسان. او علشان ما اوجعكش واقعد اتعب قلبك انك لازم بتعمل الاربعه، كاني بقول لك طلع احسن ما عندك عباده وخيرا للناس، هتبص تلاقي نفسك بتعمل العمل الصالح اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايزه. فالنبي قام قايل لك انا عايزك تعمل العمل الصالح. اللي هو ايه يا رسول الله؟ ما قالكش وسابك. سبتني ليه يا رسول الله؟ ما كنت تقول لي. عشان يقول لك لا، ده انا عايز احسان، انا عايز عمل شامل مش حته ولا التانيه. ايه برنامجنا بقى في العشر الاوائل؟ برنامجنا في العشر الاوائل عايزين نعمل الاربعه دول. عايزين نعمل كل يوم عباده، اختار
ايه رايك لو صمت ولو بعض ايام؟ النبي كان بيصوم العشره التسعه الاوائل، او ولازم تذكر كتير وتقرا قران، ها اهو هنبدا نتفق اهو، وبعدين ايه كمان؟ وبعدين لازم تعمل عمل خير كل يوم، وايه كمان؟ لازم تاخد بايد الناس الى الله، لازم تعمل حاجه تفكرهم بربنا ان شاء الله على بوست تكتبه. طب ورابع حاجه ايه؟ لازم تبر ابوك وامك كل يوم، اعمل المنظومه دي. لو عملت الاربعه دول انت عملت عمل صالح رائع. مين يفكر بالطريقه دي؟ مين ينوي من بكره هيعمل الحكايه دي؟ في ضوء هذه المشاعر والايام الغاليه والابواب المفتوحه للناس التعبانه، كلنا تعبانين وعندنا مشاكل ونفسنا ربنا يفتح لنا في الايام دي، مستبشرين قوي 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 قوي. يعني يا جماعه في مقوله بتقول من ذاق عرف، انا دقت ربنا عمل معايا ايه سنين طويله في العشر دول، انا مستنيهم، ومن عرف اغترف كمان كمان كمان، فانا دقت. فجاي اقول لكم معنا ضيف، الضيف هي ضيفة الحقيقة، رضوى خطاب واحدة من الناس، بس رضوى خطاب هي متخصصة في تقنية جديدة اسمها العلاج بالمشاعر، وفي نفس الوقت جاية تحكي إحساسها ومشاعرها في العشرة دول. تفضلي يا رضوى. أهلا وسهلا، تفضلي يا رضوى. اهلا يا رضوى. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا رضوى. شكرا يا دكتور. ربنا يكرمك. ايه يا رضوى العشر الاوائل والكلام اللي قلناه؟ وليال عشر، ماذا بعد هذا القسم؟ بالنسبه لي الليالي العشر هي رحله حج من العقل للقلب. الله. شهاده ميلاد جديده وولاده جديده لتصحيح المسار. بالنسبه لي العشر الاوائل من ذي الحجه هي بتدرج فيها بالطاعات وبالشكر وبالإحسان على درجات في كل ليلة من لياليها، في درجات علا، آملة من الله سبحانه وتعالى أن تتحرى صفحتي من الخطايا وأن تمحى ندبات المعاصي. فيبدأ. أنا عارف أنك كاتبة وعارف أنك بتألفي، وواضح على اختيارك للكلمات. فبيبدأ قلبي بالطواف أشواط ليؤدي مناسك التطهير، عسى أن ينظر الله إليه فيقبله، والجوارح تعلو بالتهليل والتكبير إلى أن نصل إلى يوم عرفة، ليتم الله نعمته عليه كما أتم فيه الدين. العشرة دول لبالك الآية نزلت في يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص كله اكتمل، والعشرة عمالة تعلى عشان أنت تعلى معاها لغاية ما توصل ليوم عرفة. تمام مظبوط يا دكتور. العشرة دول غاليين، فببقى دايما حريصة جدا على سبع فرص أو منح إن هم أختنمهم خلال العشر الليالي الغالية دول. أول حاجة فرصة البدايات الجديدة والتغيير، فرصة علاج القلب وترميم الروح، فرصة إصلاح كل شيء، فرصة الجبر والغفران. وهو ده المقصود بكلمة العمل الصالح، ما هو النبي سابها واسعة عشان تبقى عاملة زي بازل، كل شوية بتكملي حتة ده، عشان على ما توصلي اليوم عرفة بعد التسعة أيام أنت أحسن بكتير وأحلى بكتير. فعلا إحسان. فرصة التوهج بعد الانكسار والانطفاء، وفرصة فتح المغاليق، ومنحة إجابة الدعاء أو تحقيق أمنية، لطالما سكنت بين حناية الصدر سنوات فيأذن الله لها في ليلة من الليالي بالتحقيق. الله يا رضوى، كلام جميل. شوف يا رضوى كلمة فتح المغاليق، والله تبقى مغلقة سنين وفي ليلة من ليالي العشر أو النهار، خلي بالك النهار أهم لأن هي ليالي أيام، في يوم من الأيام توصي تلاقي فتح ما بعده فتح، أو يأذن بالفتح في اليوم ده فتفاجئي بالعطاء بعدها، بعد ما تخلص العشر أيام، مش لازم في نفسها، الدنيا بتتفتح واللي كان مقفول بيتفتح، تفتح المغاليق في هذه الأيام لأنه راضي ولأنها أحب أيام لي، وكمان بتعمل عمل صالح، ده أنت حبيب وحبيب وحبيب. اللهم أمين. شكرا يا رضوى. شكرا لحضرتك يا دكتور. كلام جميل، إضافة جميلة يا رضوى. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. شكرا. تفضل يا رضوى، شرفتيني. نرجع تاني بعد الكلام الجميل دون، عايز أختم بكذا حاجة. عايز أقول لكم نوينا نعمل البرنامج ده كده، بنكمل العمل الصالح أربع حاجات، ده برنامجنا هيبقى هنعبد
انوي هتصوم كم يوم، هتذكر قد ايه، هتدعي قد ايه، هتموت نفسك دعاء اكيد، هتقرا قران قد ايه حتى لو ما جبتش ختمه، انوي هتعمل كل يوم عمل خيري، انوي كل يوم هتعمل بر، انوي كل يوم هتاخد بايد حد الى الله، هتكمل الاربعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للجنه ثمانيه ابواب، فمن كان من اهل الصلاه دخل من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصيام دخل من باب الصيام، ومن كان من اهل الصدقه دخل من باب الصدقه، ومن كان من اهل الجهاد دخل من باب الجهاد. فقال بابي ابو بكر الصديق: بابي انت وامي يا رسول الله، وهل احد ان يدخل من الثمانيه ابواب؟ قال: نعم يا ابو بكر، واني لارجو ان تكون منهم. هو سيدنا ابو بكر، النبي في يوم من الايام بيقول: من منكم صلى الفجر في جماعه؟ قال: انا يا رسول الله. شايف العمال بيكمل العمل الصالح. من منكم تصدق اليوم؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم عاد مريضا عمل خير؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم صام اليوم؟ أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. ليه ما تجمعش الأربعة وتخش الجنة؟ برنامجنا هيكون كل يوم في عبادة، كل يوم في عمل خير، كل يوم في بر، كل يوم في دعوة إلى الله. كمل الأربعة، انوي، اقعد مع نفسك النهاردة لوحدك يا رب، افتح لي المغاليق، هذه أيام الفتح يا رب، أنا تعبان يا رب، والدنيا صعبة عليا، والدين تقيل، والمرض كان شديد، محتاج الفرج يا رب، دي أيام الفرج، وحسن ظني بيك أنك بتحب الأيام دي وتحب اللي يعبدك في الأيام دي، وأنا شاكر عابد. افتح لي فتح كبير غير عادي، لأنها أيام الله. فرصة، اوعى تضيع الفرصة، اجري وارمي نفسك فيها. فضل اقول لكم ايه، ان احنا عندنا هاشتاج عمال بيتفاعل عليه ناس كتير جدا اسمه حياة الاحسان، لان انا مشروعي هو الاحسان، وهي العمل الصالح هو الاحسان. ادخل عليه كل يوم من باب الدعوة الى الله، واكتب احساسك زي ما رضوى اتكلمت، او ابسط او بالعامية، واكتب عمل تحب ان الناس تعمله، واعمل منشن لواحد صديق من اصحابك وقول له يدخل هو كمان، وتفاعل على هاشتاج حياة الإحسان. ربنا يفتح علينا. إنوا يا جماعة، أنا كل ليلة معاكم الساعة 12 بالليل، ندعي مع بعض، ندعي في هذه الليالي عشان ربنا يستجيب لنا في نهارها. يا رب يفتح علينا، ويا رب هذا البرنامج يكون فتح كبير أغلى أيام الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.